الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الفرد الصمد، الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد وما له من ولد، الحمد لله القديم الذي لا أول لوجوده، الدائم الذي لا آخر لبقائه، الملك الذي لا تدرك العقول حقيقة ذاته، المنزه عن التغيير، المصرف للخلائق بين رفع وخفض وبسط وقبض وإيجاد وإفناء وإماتة وإحياء، سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أنا لست أخشى الفقر في دنيا الورى، وخزائن الرحمن لما تنفدوا. أنا لست أخشى من ظلامة ظالم، أنا لست أخشى من عداوة معتدي، أنا لست أخشى من ذلة أو زلة، خير البرايا شافعي ومؤيدي. أنا لست أخشى الضيم أو قهر العدا، وأنا المحب لآل بيت محمدي. وصلاة وسلاما على إمام كل رسول ونبي، وسيد كل عالم وتقي، نبي الهدى الذي طهر الله بالتوحيد قلبه، وسيد الأنام الذي ختم الله به الرسالات. جاء صلى الله عليه وسلم بشرع للشعوب البدائية كالوالد الرحيم، وللشعوب المتحضرة كالأستاذ العظيم، وكان بالعلم والآداب متصفا، إن الإله على الأخلاق رباه. اللهم ارحم المتوفاة، واجعلها في رحاب هذه الآية، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم اجعلها في رحاب هذه الآية، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللهم اجعلها في رحاب هذه الآية، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كانت صابرة محتسبة دائما تردد الحمد لله، وما أعظمه من حمد. فالحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اجمعها بحبيبنا المصطفى في مستقر رحمتك ودار كرامتك. اللهم اجمعنا بها عند حوض رسول الله لنشرب شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا ربنا، وكما ابتليت أنبياءك، أن تكرمها ككرم أنبيائك. اللهم إنا نسألك لها الجنة، اللهم إنا نسألك لها الجنة، اللهم إنا نسألك لها الجنة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. نلتقي اليوم في يوم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله يوم خير وبركة، في شهر قال عنه رسول الله: شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم. اللهم إن المتوفاة كانت محتسبة صائمة قائمة متعبدة لك، كانت تؤمن بأنك لا إله إلا الله،
وتؤمن بأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وحجت بيت الله الحرام، فأسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يعاملها بفضله لا يعاملها بعدله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن اليوم في رحاب علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي، واحد من الذين تتشرف بهم مصر على مستوى العالم العربي والإسلامي، واحد من الممثلين لمصر دائما في أعلى المكانات وأعلى المقامات، إنه فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك، واحد من الملقبين بألقاب كملك المقامات ومحرك القلوب، لأنه يقرأ القرآن من قلبه، ومن قرأ القرآن من قلبه وصل إلى قلوبكم، واسمع إلى قول الله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأسأل الله له التوفيق والسداد، ونستمع الآن إلى فضيلته في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
تكون. يا فمن تطوع
شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحد لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله وكلوا واشربوا
كل
آمن بالله آمن الرسول بما لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا فانك انت التواب الرحيم اهدنا من الهم والغم والكرم العظيم ومتعنا بنظر وجهك الكريم سمعنا واستمتعنا مع عملك المحتمل فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرم قارئ اتحاد الاذاعه الحزام العربي ومكتب القاهره نقلت لحضراتكم الهندسه الصوتيه إدارة الحرب سامي فلالي والمسلم المزاع مركز المنصورة المرأة الحديثة إدارة أولاد الشركسي والمسلم الجنبي مركز المنصورة من داخل كبرى مخزن الفراشة والخوان والكيافة إدارة الحرب أحمد عزاز وأولاده وكيل بتناح مركز مدينة المنصورة واجب الضيافة عميد الخدمة الفندقية المتميزة إدارة الكتب مركز مدينة المنصورة وقفة سرازي الليلة عبر الشاطئ قناة البث المباشر علي السيف مسلسلات الفيزياني والمقيم برك العز مركز مدينة المنصورة ومحمد مفيد الكوارشي مقيم بيت نزاع مركز مدينة المنصورة تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بالشكر والتقدير إلى كل من أتى إلى هنا اليوم لواجب العزاء للفضيلة الكريمة الرحمة ولا لها الصبر والسلوان وشكر الله سعيكم جميعا.